السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اللي هي مطبخ حنان الحناني. نتمنى من الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الوصفة، هذه شوربة بالخضر كتجي هائلة ومن ألذ ما يكون، والأهم من هذا يعني سريعة، كتوجد في وقت وجيز، ممكن يعني كاقتراح العشاء، يعني كتجي خفيفة ولذيذة في نفس الوقت، كيبغيوها الكبار والصغار. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج الخضر، أي عندي 4 ديال الجزر، عندي قرعة حمراء، ملفوف، بطاطا، حبة مطيشة، بصلة، كورجيت. غادي نحتاج الربيع كيشمل القزبر والمعدنوس. غادي نحتاج واحد طريب ديال الدجاج، أنا درت الفخير، ممكن ديرو أي طرف يعني من الدجاج. عندي كأس ديال الرز اللي نقعته في الماء مغسول جيدا. عندي التوابل، الملح، بابريكا أي فلفل أحمر، إبزار، خرقوم، سكينجبير، وعندي زيت الزيتون. من الأفضل نطيبوها بزيت الزيتون، كتجي هائلة وصحية. غادي نقطع هذا الجزر اللي عندي، انا استعملت 4 ديال حبات ديال الجزر اي خيزو. غادي ناخذ طنجره الضغط وغادي نوضع فيها هذا الجزر اللي انا قطعته، يعني ماشي مشكل انكم تقطعوهم يعني قطع متساويه، او يعني من بعد غادي نطحنوا هذه الصوبه. كنقطعوا قطع كبيره شيئا ما، كيف ما كتلاحظوا قطعت حبه ديال البطاطا، حبه ديال البصل، واحد الطرف ديال الكرنب او الملفوف كيف ما كتلاحظوا، يعني ربع حبه تقريبا. عندي حبه ديال مطيشه اي طماطم اللي غسلتها وقشرتها، من طبيعه الحال الخضر كلها مغسوله جيدا. عندي كورجيت ايضا اللي قشرتها وقطعتها حتى هي كذلك، وعندي قرعه حمراء اللي من طبيعه الحال كنزولوا لها هذه القشره هذه كيف ما كتلاحظوا. من الافضل تكون الكميه ديال القرعه يعني اكثر من الخضر الاخرى، يعني هذه القرعه الحمراء كيف ما كتلاحظوا يعني تقريبا الوليدات ما كيبغيوش ياكلوها، ومن الافضل نديروها في هذه الشوربه هذه يعني باش يستافدوا منها. من كنطحنوها ما كتبقاش تبان الخضر، يعني كيستافدوا من هذه الخضر كامله. قطعت الربيع ايضا وضفت الطريف ديال الدجاج. من بعد غادي نضيف هذا الرز اللي نقيته من طبيعه الحال وغسلته وصفيته. غادي نضيف التوابل اللي ذكرت معكم من قبل، وغادي نضيف ايضا زيت الزيتون تقريبا 3 د المعالق، وغادي نضيف الماء كيف ما كتلاحظوا، يعني كنضيف الماء حتى كنغطي الخضر اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا تقريبا ضفت انا 2 لتر ديال الماء. غادي نسد على طنجره الضغط وغندير ليها صفاره، وغادي نوضعها على نار تكون متوسطه حتى كطيب الخضر والدجاج. من بعد ما كيطيبوا كيف ما كتلاحظوا كنزول هذا الطريف ديال الدجاج، ممكن تستعملوا صدر ديال الدجاج، ممكن تستعملوا اي طرف. يعني من بعد كنطحن هذا الخضر مع الرز بالميكسور وهي ساخنه كيف ما كتلاحظوا، يعني كنطحنوها جيدا. ممكن طحنوا حتى الدجاج تزولوا ليه العظم وطحنوه كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما طحنت الخضر والرز كنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هاد الطريف ديال الدجاج او فخذ ديال الدجاج، غادي نفتت هاد الحيمات، غادي نزول العظم وغادي نفتت هاد الحيمه هذه، وغادي نرجعها لهاد الشوربه هذه كيف ما كتلاحظوا. الا بغيتوا طحنوهم ايضا ما تخليوهمش باينين هاد الطريفات ديال الدجاج، انا فضلت نخليهم هكذا باينين. صافي كنحصلوا على هاد الشكل هذا، صراحه راه رائحه رائعه، والمذاق صراحه راه هائل هائل. كنتمنى تجربوها، فهي صحيه ولذيذه في نفس الوقت. وهذه هي يعني الصوره النهائيه ديال هاد الشوربه كيف ما كتلاحظوا، اللي يعني صبيتها في هذا الزليف وزينتها بشويه المعدنوس كيف ما كتلاحظوا، واحد الجماليه اكثر. وحتى المعدنوس كيف ما كتعرفوا عنده واحد النكهه مميزه. الشوربه ديالنا كتجي رائعه لذيذه وصحيه، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. فهي سهله سهله في التحضير، يعني ما كتاخذش معنا وقت طويل، وفي نفس الوقت يعني كتشمل الخضر كامله، يعني كنستافدوا من الخضر.
يعني كيف ما كنقول لكم ان الوليدات بعض المرات ما كيبغيوش يعني بزاف انواع الخضر، وهاد الشوربه هذه كتجمع لنا هاد الخضر كامله، وفي نفس الوقت يعني كيستافدوا منها وكتكون صحيه ولذيذه في نفس الوقت. فحتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، فلا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وتعليقاتكم الرائعة والبرتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائدة، والناس اللي كيزوروا القناة لأول مرة فمرحبا بكم ومية الف مرحبا. ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، دمتم في رعاية الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.